سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل تفاعلات على رسائلي على تطبيقكم تيليجرام. قم بالضغط على تطبيق تيليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط على الإشعارات والأصوات، من ثم سوف نقوم بالضغط على التفاعلات، بعدها سوف نقوم بالضغط على تفاعلات على الرسائل. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل بإلغاء تفعيل تفاعلات على رسائل، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة.